السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافت وإلى المتابعين الجدد. بالنسبة لعملنا اليوم فراح يكون طريقة عمل أو الحصول على هذا النوع من الإكسسوارات. يعني تلاحظون عندي أكثر من تصميم وأكثر من شكل، لكن المادة الرئيسية اللي استعملتها هي مادة يعني واحدة، لكن مجرد غيرت بالأشكال والتصاميم وحصلت على كل هذه الأشكال. المادة الرئيسية اللي راح نحتاجها هي الملح الخشن، فيعني هي هذه أهم مادة راح نستخدمها للحصول على هذه الأشكال. وراح تحتاجون أيضا للتلوين طلاء الأظافر مع الجليتر، وبالنسبة لباقي الخرز والسلاسل هذه تعتمد عليكم أنتوا إذا حابين تحاولون هذه القطع بشكل إكسسوارات أو بشكل ديكور خاص للاستخدام في المنزل. فالآن راح نبدأ بطريقة العمل والمواد اللي راح نحتاجها لهذا العمل. فأول شيء راح نحتاج الملح الخشن. بالنسبة لي أنا راح أستخدم الآيس كريم سولت، يعني هذا هو الملح الخشن اللي موجود عندي. وأيضا راح تحتاجون طلاء الأظافر وحسب يعني اللون اللي أنتوا حابين تستخدموه. أنا هنا استخدمت أرخص يعني أرخص نوعية. وأيضا راح تحتاجون الجليتر، وتحتاجون الجليتر اللي يكون يعني ناعم مثل ما شوفوا أمامكم. فراح أحاول أنه أختار الجليتر اللي يكون ملائم مع لون طلاء الأظافر. وعندي هذه أيضا مجموعة أخرى من الجليتر، يعني هذه ناعم، نحتاج الجليتر اللي يكون بهذا الشكل. الآن راح أخذ كمية من الملح، وهذا هو شكله، وراح أبدي ألونه. طريقة التلوين هي مثل ما شوفوها أمامكم، يعني مجرد أنه تأخذون هذا الملح وتضعوا على هذه الورقة أو على ورق الزبدة وتبدون تلونه باستخدام طلاء الأظافر بهذا الشكل. وبعد ما أكمل تلوينه راح أبدي أضيف الجليتر بهذا الشكل، وراح تتركوه لحد ما ينشف، يعني أتركه لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما ينشف، وبعدها أبدي بالخطوة الأخرى. الآن عندي هذه المجموعة اللي لونتها وتركتها لحد ما تنشف، فراح نشوف طريقة استخدامها يعني وطريقة تحضيرها. فهنا عندي هذه القاعدة اللي راح استخدمها مع هذه القطع الملونة باستخدام مسدس السيليكون. فراح أبدي أضيف السيليكون على القطعة وأبدي أرتب هذه القطع بالوسط بهذا الشكل. طبعا إذا ما حابين تستخدمون مسدس السيليكون، ممكن إذا عندكم أي نوع لاصق أو سيليكون بارد ممكن تستخدموه، يعني ماكو مشكلة، لكن أنا هذا اللي متوفر عندي. فالمهم راح أبدي أملي الجزء الوسط من هذه القطعة بقطع الملح بهذا الشكل. طبعا جربت الألمرز جلو حتى يعني استخدمه مع هذه القطع، فشلت عندي يعني الطريقة، فلهذا اضطريت انه استخدم مسدس السيليكون. فهنا راح ابدي املي اي فراغات موجودة عندي، يعني احاول انه صحيح هي شكلها كأحجار صغيرة، لكن بنفس الوقت احاول انه ارتبها بشكل يعني يكون جميل و متناسق. فهذه بعد ما كملتها أصبحت بهذا الشكل.
الآن ممكن أغطيها بطبقة من طلاء الأظافر الشفاف، وأيضا أضيف لها كمية قليلة من نفس الجليتر اللي استخدمته بهذا الشكل. هذه إذا حابين أنه نتخلص من أي عيوب أو فراغات موجودة بالقطعة فممكن بهذه الطريقة. هنا أخذت هذا البيبر كليب وفتحته بهالطريقة، وحاولت انه يعني الفه على هذه القطعة بحيث حصلت على هذا الشكل الدائري. هذه اذا ما متوفر عندكم هذا النوع من الاسلاك فممكن تستخدمون البيبر كليب كبديل له. بعدها راح احاول انه هذه الدائرة احاول انه يعني اغطيها بالاسلاك بشكل شبكة واستخدمها كقاعدة لهذه القطع. فبهذه الطريقة احنا حصلنا على قاعدة بهذا الشكل ممكن نستخدمها. احاول يعني اتأكد انه كل الجهات تكون فلات وامينة، يعني ما تمزق الملابس بعد ما نستخدمها، وتحاولون اي زيادات لهذه الاسلاك تكون على يعني هذه الجهة اللي راح نستخدم معاها قطع الملح. فهذه القطع المفروض تكون يعني بجهة يعني قطع الملح. ايضا راح نستخدم مسدس السيليكون وندي يعني نلصق القطع بالوسط بهذا الشكل.
لي يعني استمريت بإضافة القطع لحد ما حصلت على هذا الشكل. ممكن تتركوها بهذا الشكل، ممكن تضيفوا لها جليتر، ممكن تصبغون الجهة الخلفية بلون فضي، أو ممكن تضيفون بعض قطع الشذر أو الخرز بأماكن يعني على سطح هذه القطعة. أدي هذه اللون الآخر، يعني استخدمت اللون الوردي والجليتر الوردي، وراح نشوف طريقة أخرى لحصول على شكل آخر. هنا أنا عندي هذا السلك، حاولت أنه يعني ألوي من النهاية، وراح أستخدم مسدس السيليكون بهذه الطريقة. يعني هذه إذا حابين تحصلون على شكل يعني كشكل غير منتظم بدون ما نحتاج لأي قاعدة. يعني حاولت انه انطيكم اكثر من تصميم واكثر من بديل. اذا ما عندكم القاعدة الجاهزة اللي استخدمتها بالبداية، ممكن انتو باستخدام الاسلاك تحصلون على قاعدة. اذا ما حابين هذه الطريقة، ممكن بنفس هذه الطريقة، يعني راح تكون القطعة ما محتاجة لأي قاعدة، وانما شكل يعني مثل ما شاهدون تقريبا بشكل المثلث او شكل البيضوي. فراح استمر اضيف السيليكون على القطعة واغطيها بقطع الملح لحد ما احصل على الشكل اللي يعني احبه او اقتنع به. فهنا يعني أنا أستمر بإضافة قطع الملح بالفراغات وبالأماكن اللي أحس أنه بيها نقص. فمثلا هذه القطعة تقريبا انتهت، راح أحاول يعني أغطي إذا عندي أماكن بيها عيوب أو بيها نواقص، فالمفروض يعني نحصل على هذا الشكل. فهنا بديت غطيت العنق، يعني هذه النهاية، لأنه حبيتها تكون مدببة من الرأس. والخطوة الأخيرة أنه ألوي هذا السلك وحوله على شكل حلقة، بحيث تصبح هذه القطعة جاهزة لتحويلها على شكل قلادة. هذه عندي قطعة أخرى عملتها بلون بنفسجي، لكن هذه الخلفية مالتها فلات، وهذه القطعة حولتها بشكل قلادة، يعني مجرد أنه ضفت لها هذا الحبل الأسود وهذه الخرز اللي تكون يعني لونها قريب من القطعة، وأصبحت قلادة وبشكل بسيط ويعني حلو. هذه أيضا عملت منها ثلاث قطع ولصقتهم مع بعض بهذه الطريقة. هنا استخدمت نفس هذه القاعدة وحولتها بشكل خاتم، وأيضا راح استخدم نفس الطريقة، يعني مسدس السيليكون وأضيف قطع الملح بالوسط وحوله على شكل خاتم. فتلاحظون يعني هي نفس المادة أو نفس الطريقة، مجرد أنه غيرت الأشكال، غيرت الألوان، غيرت التصميم، فحصلت على أشكال مختلفة.
بالنسبة لي إذا حابين أنه تحافظون على هذه القطع بشكل دائمي ومن تأثير الماء، فممكن أدنى أكثر من استخدام. مثلا عندي هنا أنا جربت أستخدم الماد باج، الديمنشنال ماد باج، أو ممكن تستخدمون طلاء الأظافر الشفاف تغطون القطع، وممكن وهي أأمن وأحسن طريقة هي استخدام الرزن. عندي هذا النوع اللي هو بور اون إيبوكسي رزن، ممكن أيضا تستخدموه لتغطية القطع، وبحيث راح تكون هذه القطع دائمية وما راح نخاف عليها من أنه تتعرض للرطوبة أو للماء. أما إذا فكرتوا تستخدمون الوارنيش، فالوارنيش فاشل، جربت هذا الوارنيش وغطيت القطعة به، صارت عليها طبقة بيضة يعني ما تحول إلى اللون الشفاف، فالوارنيش فاشل. هنا بهذه الخطوة مجرد راح يعني أنطيكم فكرة سريعة عن طريقة تحويل واحدة من هذه القطع بشكل قلادة. يعني هذه الشغلة راح تعتمد عليكم أنتوا على نوعية الخرز والقطع اللي متوفرة عندكم. فهنا أنا فكرت أنه أستخدم هذه الحبال اللي تكون يعني رفيعة، يعني تقريبا بكل الاكسسوارات استخدم، يعني بهذه القطعة استخدمت هذا الحبل اللي يكون سميك بهذا الشكل، لكن فكرت انه اغير واستخدم هذه الحبال. فمثلا عندي هذه القطعة استخدمت معها هذا الخيط اللي يكون يعني هو اللون الجوزي، لكن هي هذه الخيوط هي ايضا تستخدم لعمل الاساور، ففكرت انه استخدمها مع هذه القطعة. وراح استخدم هذه الخرز اللي موجودة عندي، احاول يعني انسق الالوان اللي موجودة لحد ما احصل على النتيجة اللي احبها.
هنا بعد ما كملت هذه القلادة غيرت رأيي، ويعني غيرت هذه القطعة اللي بالوسط واستخدمت هذه القطعة اللي هي أكبر وعلقتها، حسيت بها أحلى ويا هذه يعني ويا هذه القلادة. وهذه القطعة لو تشوفون إنه الخلفية مالتها فلات، ممكن تتركوها بهذا الشكل أو ممكن تغطوها بطبقة من ألوان الميتاليك، ممكن اللون الفضي يتلائم معها. وهذه هي كل القطع بعد ما حولتهم بشكل اكسسوارات بهذه الطريقة. احنا ما شفنا طريقة يعني عملهم او تحويلهم على هذا الشكل، لكن المهم الفكرة الرئيسية او القطع الرئيسية يعني تعلمنا طريقة عملهم والحصول عليهم. بالنسبة لهذه القطعة فحولتها بشكل خاتم بهذا الشكل وسوار، وبالنسبة للقطعة الثالثة أيضا ممكن نحولها بشكل قلادة بهذا الشكل، فيصير عندنا يعني سيت كامل. فأعتقد أنه النتيجة حلوة وبسيطة، والمواد متوفرة في كل بلد. فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية، وانتظروني على الفيديو القادم، وشكراً.